السلام عليكم ورحمه الله ارحب بكم جميعا اجمل ترحيب في مستهل هذه الحلقه من اجنده. في اجنده هذا الاسبوع انعطافه مهمه في مسار الازمه اليمنيه. غرفه العمليات الدوليه قراءه في المحاوله الانقلابيه الفاشله بتركيا. التهديدات تحيط بالمسار السياسي السلمي للازمه اليمنيه من كل الجوانب وتبدو مشاورات الكويت بعد استئنافها ابعد من اي وقت مضى عن الانجاز الذي ينتظره اليمنيون ويتركب ويتركبه المجتمع الدولي لكن انعطافه مهمه في مسار الازمه اليمنيه تكاد تتحقق على صعيد هذه المشاورات اثر موقفين بالغي الدلاله اولاهما او اولهما تأكيدات أربع قوى دولية معنية بالأزمة اليمنية ومؤثرة فيها بشكل قوي تأكيدات على ضرورة الانسحاب من المدن وتسليم السلاح قبل تشكيل الحكومة وإعلان الكويت أنها لن تستمر هذا المؤشر الثاني أو المتحول الثاني أو المتغير الثاني إعلان الكويت أنها لن تستمر في استضافة المشاورات بعد انتهاء فترة العشرين يوما إذا لم يتم التوصل إلى نتيجة أو إلى نتيجة مقبولة لدى الطرفين عن مازق مشاورات الكويت وعلاقاتها بالتطورات السياسيه والامنيه على الساحه اليمنيه سيكون حديثنا ضمن الملف الاول من اجنده. ذهب الانقلابيون الى الكويت ولديهم تفاؤل بشان امكانيه تمرير مشروع الحل الذي حاولوا فرضه على الجميع. لكن الحكومه التي تاخرت يوما واحدا عن العوده الى مشاورات الكويت يبدو انها حققت جزءا من اهدافها وهو اعاده المشاورات الى جدول اعمالها المفترض هذا ما اتضح من خلال مضمون النقاش الذي دار بين وفد الحكومه والمبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد الذي الحوار الذي ركزت خلاله الحكومه او على اجنده المشاورات وهي تثبيت اتفاق وقف الاعمال القتاليه وتفعيل لجان التهدئه المحليه والانسحاب وتسليم السلاح وعوده المؤسسات والافراج عن المعتقلين والاسرى ورفع الحصار عن المدن وايجاد ممرات امنه. هذه الاجنده هي نفسها التي يتبناها المبعوث الاممي بعد التعهدات التي قطعها للحكومه من اجل اقناعها بالعوده الى مشاورات الكويت. والحقيقه ان هذه الاجنده تاتي في مجملها تنفيذا لقرار مجلس الامن رقم 2216. اي انها تتسق مع الاراده الامميه وليست اجنده حكوميه خالصه. التحول في موقف المبعوث الاممي باتجاه تبني اجنده المشاورات على النحو الذي تطرحه الحكومه وتقبل به، هذا التحول اثر بقوه على موقف او مجمل مواقف الانقلابيين الذين عادوا الى الكويت ليس من اجل السلام بالطبع بل لاعتقادهم بانهم نجحوا في دفع الامم المتحده عبر ممثلها ولد الشيخ الى تبني وجهه نظرهم. وهو ما سيجعل النقاش من وجهه نظرهم نظرهم ثنائيا بين الحكومه والمبعوث الاممي. طبعا لما انجلى الغبار وتبين ان هذا لم يتم صعد الحوثيون وحليفهم المخلوع صالح مواقفهم في انعكاس واضح للاحباط الذي يهيمن على ادائهم بعد ان فشلوا في الابقاء على المشاورات مفتوحه بلا اي سقف زمني وبلا جدول اعمال. واعتبروا ان مشاورات الكويت عادت الى ما قبل نقطه الصفر كما جاء على لسان رئيس وفد الحوثيين في المشاورات. التصعيد في الموقف السياسي اخذ شكل التهديد بعدم القبول باي حل يبقي على الرئيس هادي على راس السلطه وبعدم تسليم السلاح الثقيل الا الى سلطه متوافق عليها بل انهم هددوا بالذهاب الى ما بعد جيزان اذا اختار التحالف التصعيد العسكري. إنها مؤشرات للإخفاق مؤشرات إخفاق لمشاورات ظلت بعيدة عن الالتزام بجدول أعمال وسقف زمني ومرجعيات للحل السياسي المعروفة والثابتة صبر الكويت أيضا بدأ ينفد وبدأ التحول في المواقف في الموقف الكويتي باتجاه الضغط على طرفي المشاورات عبر تذكيرهما بزمن محدد لما تبقى من جوله المشاورات وبانه لم يعد من الممكن ابقاء الكويت ساحه مفتوحه لمشاورات لا افق, لا أفق لها ولا نتائج. هو موقف متوقع بالطبع فبلد عربي مثل الكويت ليس فندقا او قصرا ولا يتعاطى مع الحدث باعتباره مناسبه لاحياء سياحه المؤتمرات عبر استضافه لقاءات ومشاورات لا شان للكويت بها. بل هو بلد عرف بتاثيره العميق في مسار التحول السياسي وفي حسم الازمات التي شهدها اليمن مشطرا وموحدا. وللكويت اياد بيضاء في دعم اليمن اقتصاديا وتنمويا، لذلك هي معنيه اكثر بالاستقرار في هذا البلد. ما جعلها تحرص هذه المره على افهام المتشاورين بان الكويت ليست لبنان او سويسرا وانهم لا يؤجرون قاعات ولا غرف فندقيه ولهذا لزم التذكير بان مده الاستضافه محدوده. الموقف الكويتي جاء على لسان خالد الجار او لسان خالد الجار الله نائب وزير الخارجيه الذي قال ان الكويت ستعتذر عن عدم مواصله المشاورات او بالاصح ستعتذر عن مواصله المشاورات التي ترعاها الامم المتحده اذا لم تتمكن الاطراف اليمنيه من ايجاد حل لازمه بلادهم في الموعد المحدد للمشاورات. الجار الله قال ايضا نحن استضفنا بما فيه الكفايه. وعلى الاشقاء ان يعذرونا اذا لم نكمل الاستضافه. هذا الكلام تاخر كثيرا من جانب الكويت وما ذلك الا لان هذا البلد حريص على اليمن واظهر كرما لا حدود له في هذا الجانب لكنه اضطر الى ان يذكر اليمنيين بانه لا مجال للاستمرار في هذا العبث. لكن هذا الموقف الكويتي لا يتعلق فقط بنفاذ صبر قياده هذا البلد بقدر ما ياتي على الارجح في سياق ممارسه الضغط السياسي على المتشاورين. من خلال تذكيرهم بالسقف الزمني خصوصا وان الفشل في التوصل الى نتيجه حقيقيه سيفتح المجال امام الخيارات الاخرى، الخيارات الاخرى اللي هي خيارات الحسم العسكري. هذه الخيارات على ما يبدو لا تروق لاحد. او بالاصح لا تروق لأحد طرفي هذه المشاورات وهو طرف الحوثيين وصالح الذين رفضوا من حيث المبدأ التكيد بالفترة الزمنية التي اشترطتها الحكومة وتبنتها الأمم المتحدة متجاوزة أو متجاوزين الخطأ الذي وقع فيه مجلس الأمن في بيان سابق له كان قد حرر فيه المشاورات من أي سقف زمني وحررها أيضا من تأثير مجريات الأحداث الميدانية موقف الحكومة هو الذي أعطى عامل الزمن اهميته في مشاورات الكويت فكلا الطرفين يعني الحكومه والمتابع الانقلاب يدرك الان ان انتهاء مشاورات الكويت دون نتيجه هو عباره عن مغامره حقيقيه وعوده الى الخيارات المفتوحه التي تنحصر تقريبا في العنف وتصعيد العمليات القتاليه ومفاقمه الحرب الاهليه المندلعه من منذ اكثر من عامين. وفي الوقت الذي اعلنت فيه الكويت موقفها من المشاورات والزمن المفترض لنجاحها وكشفت عن عدم استعدادها لمواصله استضافه مشاورات لا جدوى منها ولا افق لها وقطع تطور مهم اخر له علاقه بتاثير اللاعبين الدوليين والاقليميين في مسار الازمه اليمنيه هناك اربع دول هي السعوديه والإمارات، وأمريكا، وبريطانيا لعبت دوراً استثنائياً في مسار الأزمة اليمنية وأشرفت تقريباً على كل الأحداث التي شهدها اليمن منذ عام 2011 وكل المنعطفات الخطيرة في مسار الأزمة كان لهذه الدول تأثير فيها بالسلبي أو بالإيجاب وزراء خارجية هذه الدول اجتمعوا في لندن في التاسع عشر من شهر يوليو الجاري بعد ثلاثة أيام من استئناف مشاورات الكويت وبعد ان كان مجلس الامن قد فشل في اصدار بيان لتاييد المبعوث الدولي وهذا يدل بوضوح على ان هذه القوى تريد ان تحرر الازمه اليمنيه من تاثير التعقيدات والتقاطعات للمصالح والارادات الدوليه البيان الصادر عن الوزراء الاربعه اكد على هذا الدعم لكن الجديد فيه هو تشديد هؤلاء الوزراء على ان الحل الناجح او الناجع يشمل ترتيبات تتطلب تتطلب انسحاب الجماعات المسلحه من العاصمه ومناطق اخرى وتتطلب ايضا اتفاق سياسي يتيح استئناف عمليه انتقال سياسي سلميه تشمل الجميع هذا لا يعني سوى ان الولايات المتحده وبريطانيا تحديدا يتبنيان وجهه نظر التحالف الداعيه الى ضروره انهاء مظاهر الانقلاب على الشرعيه في اليمن وهذا موقف ربما موقف اخير يعني وصلوا اليه عن نتيجه تعقد المشكله ووصولها الى طريق مسدود ومن ابرز هذه الامور من ابرزها طبعا من ابرز الخطوات انسحاب الميليشيا من المدن وتسليم السلاح وتمكين السلطه الشرعيه من العوده الى صنعاء واستعاده دورها وصلاحياتها الدستوريه قبل الانتقال الى الخطوه الثانيه وهي تشكيل حكومه الشركه الوطنيه وتوجه كهذا يتسك بطبيعة الحال مع القرارات الدولية ولا يشد عنها في الأساس الذي والذي كان يشد عنها هو محاولة الغرب وبالتحديد واشنطن ولندن التغاضي عن الانقلاب والانتقال إلى أولويات أخرى من قبيل محاربة الإرهاب ومحاولة منع الانقلابيين أو بالأصح منح الانقلابيين دورا على هذا الصعيد في مجال محاربة الإرهاب وتثبيت أقدامهم في السلطة من أبرز ما جاء في البيان الرباعي أن الوزراء أعربوا خلال الاجتماع عن قلقهم بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن وأعادوا تأكيد دعمهم القوي لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد ولدور الأمم المتحدة بالتوسط لأجل الوصول لحل سياسي دائم للأزمة بناء على المرجعيات المتفق عليها بشأن المحادثات برعاية الأمم المتحدة وتحديداً قرارات مجلس الامن بما فيها القرار 2216 ومبادره مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفق اتفق الوزراء على ضروره الا يهدد الصراع في اليمن دول الجوار وعادوا او بالاصح اعادوا تاكيد ان اعاده تشكيل حكومه ممثله للجميع هو السبيل الوحيد لمكافحة جماعات إرهابية كالقاعدة وداعش بفعالية ومعالجة الأزمة الإنسانية والاقتصادية بنجاح. كما دعا الوزراء إلى الإفراج غير المشروط والفوري عن جميع السجناء السياسيين واتفق الوزراء كذلك على البقاء على اتصال وثيق في الأسابيع المقبلة دعما للجهود بقيادة الأمم المتحدة لأجل التوصل لاتفاق. نظر العديد من المراقبين الى اجتماع الوزراء الاربعه باهتمام خاص، وراوا فيه مؤشرا على ان القوى المؤثره بشكل قوي في الازمه اليمنيه قررت اخيرا بالفعل ان تضع حدا لهذه الازمه، ويتضح جليا ان مصالح المملكه والمملكه السعوديه يعني والتحالف العربي اخذت في الحسبان في الموقف الذي اعتمده الوزراء الاربعه، وهذا يعني ان مستوى جديد من التعامل مع الحوثيين وصالح قد بدا او قد يبدا في قريبا في تحول فارق لم يتوقعه الحوثيون وصالح، خصوصا وان سفراء الدول الغربيه كانوا يضغطون باتجاه تشكيل حكومه وحده وطنيه قبل البدء بالترتيبات الامنيه في اتساق لا يقبل اللبس مع مواقف الانقلابيين ومع مطالبهم الواضحه بهذا الخصوص. التصعيد في الخطاب من جانب الحوثيين يعبر بصوره او باخرى عن خيبه الامل من نتائج اجتماع لندن. ولهذا نرى نرى هذا الخطاب التصعيدي يذهب بعيدا في تبني كل ما من شانه تعطيل مشاورات الكويت ودفعها الى الى الاخفاق. خصوصا مع الموقف المتشدد للانقلابيين ضد وجود الرئيس هادي في السلطه والاصرار على ضروره تشكيل حكومه شراكه وطنيه تقوم على انقاذ السلطه الانتقاليه الحاليه وهو امر لا يمكن ان يتحقق لانه ببساطه يهدد وجود السلطه الشرعيه الحاليه وكل الشرعيات المترتبه عليها او بما في ذلك يعني شرعيه التدخل العسكري للتحالف العربي وهذا امر غير مقبول لا على مستوى السلطه الشرعيه ولا على مستوى التحالف. الموقف الكويتي والبيان الصادر عن وزراء خارجيه الدول الاربع يمثلان مؤشرين مهمين على بدء الانعطافه باتجاه حسم الازمه اليمنيه غير ان هناك ثمه حدث مهم اخر للغايه يؤشر الى هذه الانعطافه والى نوعها ايضا اذ يرجح ان تكون عسكريه هذا الحدث يتمثل في اندلاع معركه استعاده حرض التي بدات الخميس الماضي وبدات تحقق نتائج مهمه هذه المعركه في الحقيقه تتزامن مع التصعيد الكبير في نشاط طيران التحالف واستهدافه مواقع في شمال العاصمه وفي تعز على نحو استعاد معه اليمنيون اجواء الايام الحاسمه من تدخل التحالف العربي. اندلاع هذه المواجهات ينهي الهدنه ويعطي انطباعا بالفشل المتوقع لمشاورات الكويت، اذ لا يوجد دليل واحد على ان الطرف الانقلابي لديه الاستعداد للتعامل مع التحول الجديد في الموقف الاممي. وموقف الدول الكبرى الذي بدا يتجه نحو ترجيح خيار تنفيذ مجلس قرار مجلس الامن الدولي كما قلنا قبل الذهاب الى تشكيل حكومه شراكه وطنيه. بيان اجتماع لندن الرباعي اقر بشكل لافت بان اعاده تشكيل حكومه ممثله للجميع او ممثله للجميع هو السبيل الوحيد لمكافحه جماعات ارهابيه كالقاعده وداعش بفعاليه ومعالجه الازمه الانسانيه والاقتصاديه بنجاح. وهذا يعني ان التفويض الذي كان قد حصل عليه الحوثيون والمخلوع صالح منذ ما قبل إسقاط العاصمة صنعاء وما بعدها لم يعد موجودا بإقرار هذه الدول أن الحرب على الإرهاب لا يمكن أن يتم بواسطة مقاولة فصائل مسلحة بل من قبل حكومة تمثل الجميع الانعطاف الدولية إذن باتجاه الحسم أو هذا الانعطاف قد يتجاهله الانقلابيون ويذهبون وراء إصرارهم الغبي على المواجهة لكنهم ان فعلوا ذلك هذه المره فانهم سيخسرون كل شيء بما في ذلك امكانيه الحصول على حصه سياسيه في المستقبل ضمن حكومه شراكه وطنيه. منذ اتفاق السلم والشراكه وحتى اليوم حدثت تحولات خطيره استفاد منها الانقلابيون وخسر فيها انصار الشرعيه وحماه الدوله اليمنيه. لكن ما يحدث اليوم هو ان الجميع بدا يدرك اهميه حسم الصراع الدائر في اليمن على ذات المرجعيات التي تم الانقلاب عليها في 21 سبتمبر عام 2014. على صعيد اخر عاد رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر الى الرياض ليضع الرئيس في صوره التحديات الداخليه والجهود التي بذلتها الحكومه بذلتها الحكومه في مقرها في عدن. لكن هذه العوده الى الرياض تفرضها طبيعه التطورات المحيطه بالازمه اليمنيه بدليل الاجتماع الذي اجتماع الذي عقده مجلس الوزراء برئاسة الرئيس هادي فمشاورات الكويت اه مشاورات الكويت يبدو أنها تعيش لحظاتها الأخيرة كما قلنا قبل الفشل المتوقع وبالتالي فإن هذا يفرض على الحكومة أن تتهيأ للخطوة التالية التي هي الحرب والحرب قد استؤنفت كما نشاهدها في حرب وكما نشاهدها في معاودة طيران التحالف لقصف مواقع الانقلابين وخطوط إمداداتهم يضاف إلى هذا ان الامارات اشترت قذائف بأكثر من 700 مليون دولار من الولايات المتحده الامريكيه، ولهذه الصفقه مغزاها وارتباطها الوثيق بتطورات الاحداث وبالتالي بالتدخل العسكري الاماراتي في اليمن. معظم المراقبين يرون ان مضي الحوثيين وصالح في خط العناد والاصرار على المواجهه ياتي في سياق فعل مغامر ومقامر لا يأخذ في الحسبان مصلحه اليمن. ولا يعطي الحق للطرف الانقلابي في الادعاء بانه يخوض معركة يعني معركة شاملة نيابة عن جميع اليمنيين رغم التوصيفات التي يزخر بها اعلامهم والاتهامات التي يكيلها للطيف الواسع من الشعب اليمني الذي كرر الوقوف في وجه ميليشيا الانقلاب والطغمة الفاسدة والمتشبثة بالسلطة في العاصمة. المؤشرات العديدة نحو التوجه الى خيار الحرب لا تبقي مجالا للشك بان المرحلة المقبلة ستكون مرحلة حسم إن لم يكن حسم سياسي عبر المفاوضات والمشاورات وضغوط حقيقية على الانقلابين فإنه سيكون حسم عسكري بواسطة القوى المسلحة ولعل استئناف المواجهات العسكرية الشاملة عبر محور حرض يحمل من الدلالات ما يكفي للاعتقاد بأن الترتيبات التي أبرمها الحوثيون مع السعودية تمر بمرحلة اختبار صعب قد ينتهي الى استعاده المستوى السابق من التوتر والمواجهات وكون المعارك تدور في حرض فهذا يعني ان التحالف العربي ان التحالف العربي يريد ان يقلل من تاثير الانشطه العسكريه للانقلابيين على الحدود مع المملكه وتوسيع المساحه الفاصله بين طرفي الحدود وقد تتسع هذه المعارك لتصبح شامله هدفها هو نفس الهدف نفس الهدف الذي تدخل لأجله التحالف العربي في الساحة اليمنية منذ السادس والعشرين من شهر مارس عام 2015 مشاهدين الكرام إلى هنا نكون قد انتهينا من نقاش ملفنا الأول من الأجندة سنذهب إلى فاصل قصير نعود بعده لمواصلة النقاش لكن في ملف جديد نتناول فيه محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا محاولة الانقلاب التي جاءت في سياق الثورات المضادة للربيع العربي انتظرونا. في منتصف هذا الشهر شهدت تركيا محاولة انقلاب عسكرية فاشلة على النظام الديمقراطي في تركيا. وهي المحاولة التي كانت لها ردود أفعال محلية ودولية واسعة النطاق. لأنها بحسب خبراء وبحسب مثقفين ومتابعين تأتي في سياق الثورات المضادة لثورات الربيع العربي. هذا ما يقوله معظم المثقفين العرب المتعاونين أو المناصرين لثورات الربيع العربي وما يقوله كثير من المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي الذي قال: أو الذي ربط بين هذا الانقلاب وبين غرفة سماها غرفة العمليات الدولية. غرفة العمليات الدولية هذه هي المصطلح السياسي الدبلوماسي البديل عن كلمة مؤامرة دولية. يبدو فعلا أن تركيا تتعرض لمؤامرة كبيرة لها أطراف دولية مساهمة في هذه المؤامرة تريد إسقاط النظام الديمقراطي داخل تركيا لكي تضعف مشاريع الديمقراطية الموجودة في المنطقة برمتها وبطبيعة الحال لم يكن هناك من يبشر بصعود الديمقراطية داخل المنطقة العربية سوى ثورات الربيع العربي وبما أن ثورات الربيع العربي قد تعرضت لمؤامرة دولية واضحة وصريحة فيما يسمى بثورات الثورات المضادة في كل من ليبيا وتونس الى حد ما وسوريا واليمن ومصر، هذه الدول شهدت ثورات مضاده للربيع العربي اوقفت كل الطموحات التي كانت حاضره في اذهان وامال وافئده الشباب العربي الذي خرج في هذه الثورات ويبدو ان غرفه العمليات الدوليه رات انه لابد ان تتوج هذه الانقلابات على الربيع العربي بانقلاب كبير جدا يحرمها من السند الممثل في النظام التركي الديمقراطي لأنه بطبيعة الحال الدكتاتوريات كما يقال ملة واحدة والديمقراطيات أيضا ملة واحدة والديمقراطية تحب أختها والدكتاتورية تحب أختها كما يقال في يعني في الأثر الشعبي تركيا إذا تعرضت لمحاولة انقلاب فاشلة كان لابد ان تترك اثر كبير جدا على الاحداث وعلى على المشهد السياسي والمشهد العسكري في المنطقه على الوضع في سوريا، على الوضع في العراق، على الوضع في اليمن وهذا ما جعل الطرفين يعني في حاله صراع، الطرف المؤيد للنظام التركي او المحب للنظام الديمقراطي في تركيا والطرف الكاره للتجربه الديمقراطيه في تركيا، دخل في صراع او حرب بارده على صفحات التواصل الاجتماعي على وسائل الاعلام لانه يبدو فعلا ان الجميع تاثر بذلك كان هناك حاله بهجه وحاله من الفرح الشديد لوحظت على وسائل الاعلام المؤيده للثورات المضاده للربيع العربي في مقابل حالة من التوجس والخوف من سقوط التجربة الديمقراطية التركية لدى محبية الديمقراطية في كامل الوطن العربي بطبيعة الحال سقوط النموذج التركي لا قدر الله كان سيؤدي إلى صعود للنموذج الإيراني المنافس في الصراع في المنطقة النموذج الإيراني الذي أصبح إلى حد ما مدعوما من قبل الأجندة الأجنبية وبعض الدول الأجنبية التي كما قلنا في حلقات سابقه ارادت ان تعزز موقف ايران ونفوذها في المنطقه من اجل الهيمنه على المنطقه لانه يبدو ان المنطقه هذه المنطقه العربيه نقصد الوطن العربي والجزيره العربيه على وجه التحديد يبدو كما يتبدى لهذه الدول ولهذه القوى يبدو ان هذه المنطقه لا يمكن السيطره عليها من قبيل الحكومات المحليه في الكتلة السنية الكبيرة، وإنما تحتاج إلى دولة بمواصفات إيران لإعادة ضبط المنطقة وفق إيقاعها، وبحسب ما تحتاجه القوى المتنفذة الدولية المتنفذة. حكم الأقليات أو تحالف الأقليات مع الدول الاستعمارية الكبرى هذا مشروع قديم يبدو أنه عاد إلى السطح، لكن المقاومة الشرسة من قبل المكونات الاخرى المكونات الديمقراطيه تحديدا في الوطن العربي المقاومه الشرسه يبدو انها ستعرقل هذا المشروع الى حد ما اذا آه هذا مجمل الكلام الذي قلناه يبدو انه بمثابه اجابه على سؤال لماذا هذا الاهتمام بالحاله التركيه لماذا هذا الاهتمام بالوضع في تركيا من قبل المحبيه الديمقراطيه في الوطن العربي نحن نقول الاهتمام في الحقيقه ليس من قبل ثوار الربيع العربي، ليس من قبل هذا الطرف المؤيد لثورات الربيع العربي فقط. انتم ايضا في الطرف الاخر كان اهتمامكم كبير جدا وواضح جدا بالانقلاب مما يدل على انه مؤثر سيؤثر على اجندتكم وعلى مستقبلكم، هذا خطاب نقوله لمن يطرح اسئله علينا احيانا لماذا نهتم بالشان الدولي على حساب القضايا المحليه وفي الحقيقه الامر انه لم يعد هناك قدره على الفصل بين ما هو محلي وما هو دولي حاله العولمه اليوم ذهبت الى نطاق واسع اصبحت اي حدث في اي زاويه في هذا العالم يمكن ان يؤثر على المشهد المحلي في اي زاويه اخرى من هذا العالم الحدث او محاوله الانقلاب الفاشله في تركيا اعادت الى الاذهان او طرحت على السطح عدد كبير من الاسئله فيما يتعلق بموقف المجتمع الدولي، موقف الغرب، اوروبا وامريكا، موقف وسائل الاعلام والسياسيين والمجتمعات من الانقلابات ومن الديمقراطيه الموجوده في تركيا. يعني كان موقف هذه الدول للأسف الشديد مريبا الكل كانت عيونهم متجهة إلى موقف أوروبا وموقف أمريكا من الانقلاب في ساعاته الأولى لأنه ربما سيكشف عن حقيقة الموقف من التجربة الديمقراطية في تركيا والحقيقة أنه أصيب العشاق الديمقراطية بخيبة أمل من الموقف الأمريكي على وجه التحديد لأنه إذا كان الاتحاد الأوروبي قد سارع في الساعات الأولى برفض الانقلاب آه ثم اعاد بعد ذلك اشتراطات طرح اشتراطات على الدوله التركيه في معاقبه آه الانقلابيين وفي اتخاذ اجراءات آه ضدهم بدا يطرح اشتراطات وبدا يذكر باتفاقيات آه حول حقوق الانسان و الى اخره الا ان الموقف الامريكي كان اكثر ريبه في هذا في هذا الباب لانه آه في اللحظات الاولى من الانقلاب آه صدر بيان عن آه السفاره الامريكيه في أنكرة يقول أن هناك حالة انتفاضة سماها انتفاضة ولم يسمها انقلاب يبدو أن مواقف الدول لا يجب أن يؤخذ أو لا ينبغي أن يؤخذ من التصريحات الرسمية الموقف الحقيقي للدول من الأحداث ينبغي أن يؤخذ من قرائن أخرى خارجية من هذه القرائن كما قلنا وسائل الإعلام مثلا والتصريحات السياسية للدبلوماسيين غير مسؤولين مسؤوليه مباشره يعني ممكن معرفه الموقف الغربي من الديمقراطيه التركيه والنظام التركي من خلال كلام سياسيين غير رسميين وكما قلنا من شكل التغطيه الاعلاميه في صحفهم من هؤلاء السياسيين او من الاشارات الوارده والداله على الموقف الحقيقي للامريكان من النموذج التركي الديمقراطي ومن الانقلاب عليه ما ورد في كلام سابق طبعا قبل الانقلاب لي على لسان سيناتور امريكي هو السيناتور بلاك ديك تحدث بصراحه واريحيه في القناه الروسيه ار تي تقريبا تحدث بصراحه فجه عن موقف غربي تجاه تركيا والسعوديه على وجه التحديد حمل هذين البلدين مسؤوليه الارهاب في العالم، هو طبعا لم يحمل تركيا بشكل مباشر مسؤوليه الارهاب لانه حمل السعوديه العبء الاكبر من مسؤوليه المسؤوليه دعم الارهاب في المنطقه، لكنه لانه لم يجد على تركيا ماخذ حقيقي يتحدث فيه، حمل اردوغان تحديدا يعني حذر من مشروع اردوغان وحزب العداله والمشروع الديمقراطي الراهن الموجود في تركيا ومن الطموحات الموجوده لدى اردوغان وهي الطموحات التي يبدو انها تقلق المؤسسات التقليديه العتيقه داخل اوروبا والمجتمع الغربي على وجه العموم. نستمع الى بلاك ديك لأن الكلام يكون افصح من كلامنا. Uh, I believe that Saudi Arabia and Turkey are the two greatest dangers to world peace. It is Saudi Arabia Through the Wahhabiist doctrine that is spreading terrorism across the globe. It's not Iran, it's not Syria, it's not any other country. It emanates from Saudi Arabia. Now, Turkey, on the other hand, uh, being led by President er Erdogan, President Erdogan has a dream of becoming the new Ottoman Empire. Uh, he wants to be the head of the Ottoman Empire. Uh, he is a very calculating, very vicious individual, um, and I think a great danger. Erdogan won an absolute majority of the Turkish parliament, which will enable him to uh, rewrite the constitution. Once he had that total power to impose an absolute dictatorship, which he intends to do, and he has publicly said that. uh his model is adolf hitler he he envisions a government where his powers will be similar to those exercised by adolf من الواضح انهم يتخوفون كثيرا من ان يعقب هذا الصعود الاقتصادي الكبير لتركيا صعود سياسي يعني يهدد نفوذهم في المنطقه ويجعل الرجل المريض قديم كما كان يسمى تركيا رجلا قويا وله يعني نفوذ وأجندة خاصة كالتربك أجندتهم والرجل طبعا كما تلاحظون يبرئ إيران ويبرئ النظام السوري من تهم الإرهاب وهذا يدل على التوجه على توجه جديد لدى المؤسسات الغربية للتعاطي مع هذه الدول أو للتخادم بينها وبين هذه الأنظمة وهذا امر غريب جدا لانه كما هو معروف آه ايران على وجه التحديد ظالعه في كثير من المسؤوليه عن وجود الارهاب في المنطقه فقد اوت لفترات طويله آه كثير من القيادات الـ 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 كثير من قيادات آه جماعه القاعده وهناك عمليات نفذت آه داخل السعوديه وخارج السعوديه نفذها آه نفذتها عناصر عادت لإيران أو جاءت من إيران والأمر لم يعد خافيا وحتى وزير الخارجية السعودي الجبير له مداخلة شهيرة بهذا الخصوص حمل فيها إيران مسؤولية عدد من العمليات الإرهابية في المنطقة وحملها أيضا مسؤولية إيواء الكثير من العناصر الإرهابية المتطرفة ويبدو أن إيران تلعب لعبة مزدوجة من خلال القاعدة فهي تضغط من ناحية على المجتمع الغربي بهذه بهذه العناصر وتروج لنفسها من ناحيه اخرى بانها تكفي في معسكر المقاومه ضد المشروع الامريكي وضد المشروع الصهيوني. عموما يبدو ان رغبتهم رغبه المجتمع الغربي او لا نقول المجتمع الغربي وانما بعض المؤسسات الغربيه رغبتها في تركيع السعوديه باتت اهدافها معروفه وهي ازاحه النظام السعودي من التاثير في المشهد لصالح النظام الايراني. وتمكين ايران للحد كما يقولون من الارهاب الذي يهدد المصالح الامريكيه في المنطقه. هذا واضح بالنسبه للسعوديه لكن بالنسبه لتركيا ما الذي يعنيهم في تركيع اردوغان؟ اذا كانت تجربه اردوغان هي تجربه ديمقراطيه وهم كما يزعمون يتبنون التبشير بالديمقراطيه في العالم. ما الذي يجعل المجتمع الذي كان يبشر بالديمقراطيه رافضا للديمقراطيه او متامرا عليها في بعض الاحيان. هذه الازدواجيه تحتاج الى فهم. لكن يبدو انه هذه المواقف تكشف الهدف الحقيقي لـ او الاجنده الحقيقيه للادارات الغربيه وهو انهم يخافون كل شيء يمت للحضاره والثقافه الاسلاميه بصله. وهذا ما كان تحدث عنه طويلا الرئيس البوسني السابق علي عز علي عزت بيكوفيتش في في كتابه الشهير والخطير والمهم الاسلام بين الشرق والغرب. الاستاذ والمفكر علي عزت بيكوفيتش كان قد كد... قال عباره داله يبدو انها صحيحه. المؤسسات الغربيه تخشى وجود شارع ثقافي اخر غير شارع الثقافي. ويبدو ان تركيا تحاول يعني ان تشك شارعا ثقافيا اخر آه لنفسها وللجماعات العربيه وللمجتمعات العربيه التي تعاني كثيرا من الدكتاتوريات العربيه دعونا نختم هذا المشهد باستعراض سريع لكيفيه تغطيه بعض الصحف الغربيه لمحاولات الانقلاب الفاشله في تركيا لان آه وسائل الاعلام هي ايضا آه مؤشر من مؤشرات الرغبه لدى المؤسسات الحاكمه في كل من اوروبا وامريكا نشاهد كانت هذه عناوين يعني اشهر الصحف الغربيه والامريكيه فيما يتعلق بالانقلاب التركي. يعني كان المتوقع ان تقف هذه الصحف الى جوار التجربه الديمقراطيه وان تكون صريحه في تنديدها بالمحاوله الانقلابيه لأن الانقلابات يعني لم يجني منها الاتراك الا العلقم ولم تخدم تركيا في شيء، والتجربه الديمقراطيه يفترض ان تكون اضافه ايجابيه للتجارب الديمقراطيه في هذا العالم، فلماذا تخشى هذه الصحف الديمقراطيه ولماذا تتواطأ مع الانقلابات ومع النظم الدكتاتوريه لا ترى هذا سؤال يستحق ان يتحول الى يعني حلقه او ورشه عمل للمثقفين في الوطن العربي تحديدا وفي العالم بشكل عام لانه ينبغي ان يكون هناك اجابه واضحه، ينبغي ان يكون هناك كلام واضح في هذا الشان حتى يصبح اللعب كما يقولون على المكشوف. هذا افضل من ان نظل في حاله ازدواج وفي حاله باطنيه سياسيه لن نجني منها كما قلت الا العلكم. ومن المناسب بطبيعه الحال ان نختم هذه الإطلالة على الصحف الغربية وعلى موقف الغرب بشكيه السياسي والإعلامي أن نختمها بأصحاب الشأن ورأي أصحاب الشأن هذا مثقف تركي وربما مسؤول تركي لم نتأكد من هويته يتحدث إلى وسيلة إعلامية عن الحقيقة التي تحاول أن تخفيها كثير من المؤسسات وكثير من وسائل الإعلام بما فيها وسائل إعلام تركية دعونا نستمع إليه فيما يتعلق في الناتو وتركيا والعلاقات مع الناتو نحن نعرف بان تركيا لم ترى انقلابات عسكريه الا بعد دخولها الناتو دائما بعد كل انقلاب نرى في البيان الاول للانقلاب بان تركيا والانقلابيون دائما سيبقون مرتبطين بالناتو وحتى في اخر انقلاب محاوله انقلاب حدثت في 15 تموز راينا بان راينا بان البيان الاول للانقلابيين هو بانهم مرتبطون قلبيا بالناتو. نعم ولهذا نحن نقول أننا في تركيا أنا أنا أقول لكم أننا في تركيا ننظر إلى هذا الانقلاب على أنه انقلاب أولي وسيتبعه انقلاب ثاني نعم دعونا أقول لكم في المرحلة الأولى من الانقلاب في الفترة الأولى من الانقلاب رأينا بأن هنالك الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية كانت تتحدث بلهجة مختلفة عن اللهجة التي تحدثت بها بعد فجل بعد فجل هذه هذه المحاولة الانقلابية نعم كما تعرفون فإن الناتو يتمدد الناتو يكبر دخلت فيه عدة دول كرومانيا وغيرها من دول اوروبا الشرقيه نعم لقد تغيرت التوازنات داخل الناتو والناتو يقول لتركيا بأنكم لتركيا إذا ازدهرت يا تركيا وقويتي وأصبحت أكثر قوة فإن فإننا سنعاقبكم نعم هذا ما يقوله الناتو إذا الغرب لديه لغتين لديه مكيالين يكيل بهما فيما يتعلق في تركيا وهذا ما سنراه في المرحلة القادمة أيضا في بخصوص تركيا بطبيعة الحال تحدثنا عن الموقف السياسي للدول الأوروبية تحدثنا عن مؤشرات موجودة في وسائل الإعلام لكن هذا كل كوم والنخب العربية واستجابتها للانقلاب الفاشل كوم آخر يعني أيضاً كانت العيون مركزة ومسلطة على وسائل الإعلام وعلى كيفية استجابتها للوضع في تركيا وبطبيعة الحال كان الأمر واضح وسائل الإعلام والنخب عموما في الوطن العربي يمكن تقسيمها الى قسمين اساسيين. نخب رافضه للانقلاب في تركيا اما لانها ترفض فكره الانقلابات على الديمقراطيه من اساسها وهؤلاء هم اصحاب المبدا الواضح والصريح في الموقف من الدكتاتوريات وطرف اخر ضمن الجماعه الاولى يرفض الانقلاب على هذا على النظام التركي هذا بالتحديد هذا شك او هذه نخبه هناك نخبه اخرى سياسيه واعلاميه وثقافيه يمكن ان نقسمها على ثلاثه مستويات هي النخبه المؤيده بطبيعه الحال للانقلاب الفاشل هناك من يؤيد الانقلاب الفاشل هناك صنف من المؤيدين للانقلاب هذا الصنف يعتاش على الدكتاتوريه وتعتاش عليه وهو لذلك يكره أي نموذج ديمقراطي يكره الديمقراطية في ذاتها ويحب ويعشق أي محاولة انقلابية على الدكتاتوريات هذا الصنف من النخب ومن الإعلاميين شاهدناه في الفترة الأخيرة من خلال وسائل الإعلام من خلال كتاب وكتابات صحفية وإعلامية وهو صنف عجيب غريب لكنه موجود صنف ثاني من اصناف العشاق الانقلابات والمؤيدين للانقلاب الفاشل هذا صنف يدور في فلك المشروع الايراني ويعتقد ان المشروع التركي منافس قوي للمشروع الايراني في المنطقه وهو لذلك ايضا يؤيد اي انقلاب يحدث على هذا المشروع التركي. هناك صنف ثالث من المؤيدين للانقلاب يعني يزعم انه ذو توجه علماني نسميها العلمانويه الراديكاليه يعني العلمانيه المتعصبه ضد الاسلاميين هذا النموذج هذا الصنف من المثقفين ومن النخب لديه حساسيه شديده مفرطه تجاه كل ما يمت الى الاسلام بالصله او تجاه التوجهات ذات او ذات الحركات ذات التوجه الاسلامي هذا الصنف من المثقفين ايضا يكره النموذج التركي و يتمنى الانقلاب عليه لانه نموذج قريب من الاسلاميين. من الواضح ان هذه الاصناف الثلاثه ليس لديها تهمه حقيقيه للنظام التركي يستحق عليها كل هذا العداء الذي يبديه لها بعض العرب. لكن للاسف الشديد يعني مواقف غير علميه، مواقف غير مدروسه، غير وجيهه، غير موضوعيه كلها متشابهه في نهايه المطاف. تريد او ترغب في ازاحه النموذج الديمقراطي لاي نموذج اخر. اردوغان وحزبه من طرفهم او من جانبهم في حقيقه الامر يدفعون ثمن ميولهم للعرب. هذا ما تقوله ما يقوله التاريخ، تاريخ الانقلابات تحديدا. وما يقوله الواقع الان. يعني للأسف الشديد النخب العربية وقفت موقفا سيئا من النظام التركي مع أن النظام التركي يدفع هذه الأثمان لأنه انحاز من البداية للمجتمعات العربية المضطهدة ويبدو أن هذه المواقف العربية من النموذج التركي سيعيد إلى الأذهان التركية تحديدا صورة العربي الذي صورة للأسف صورة سلبية لانه في التاريخ التركي العربي هو يعني ذلك الخائن الذي تعاون مع الامبراطوريه البريطانيه او تعاون مع البريطانيين لاسقاط الدوله العثمانيه. يبدو ان هذه المواقف تعزز هذه الصوره، مواقف الانقلابيين العرب تعزز هذه الصوره للاسف الشديد. ويبدو ان هذه النخب للاسف الشديد اصبحت عبئا على المجتمع العربي بسبب هذه المواقف. هذا الصنف من المثقفين العرب للاسف الشديد ليس لديه حس المسؤوليه لا يمتلك لا شعور بالمسؤوليه ولا يمتلك شعور بديل للمشاريع المتنافسه في المنطقه يعني هو يشاهد مشروع ايراني مسلح ويشاهد مشروع تركي يتزعم مشاريع الديمقراطيه وهو في الوسط لا يمتلك اي مشروع سوى مشروع الرفض احيانا لهذا المشروع وغالبا للمشروع الاخر. النخب العربيه اصبحت للاسف الشديد عبئا على المجتمعات العربيه. ليس لديها مشاريع، ليس لديها حس بالمسؤوليه وتريد فقط ان تشبع نهمها ورغبتها الدفينه في معاقبه الاخر الذي تكرهه دون ان تقدم بدائل معقوله ومقبوله. إلى هنا ناتي الى ختام هذه الحلقه من الاجنده نرجو ان نلقاكم في حلقه قادمه باذن الله في ظروف افضل من هذه التي نمر بها الان في امان الله وحفظه